أصدقائي وكينا الهدى، عاود نرجع لكم في حلقة جديدة من حصات رسائلكم. انتم دائما تبعتوها على الفيسبوك والانستغرام أمينة جي تي في. أصدقائي راني جبت لكم الرسائل تاع نهار اليوم، يلا نبداو نقراو. في الرسالة الأولى، السلام عليكم، عمو يزيد، أنا رقية مفقي من الجلفة، عمري 13 سنة، أحبك وأحب برامجك التي تقدمها كثيرا، كما أحب أناشيدك وأتمنى زيارتك. شكرا لك رقية على هذه الرسالة، نحبك بزاف 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 بزاف، نحبك وإن شاء الله تزور حفلات عمو يزيد ولا حصة عمو يزيد، وأنا نتمنى باش نشوفك انت تاني، نحبك بزاف بزاف وشكرا لك. شكرا لك رؤيا الجميلة، نحن أيضا نحبك ونتمنى أن نراك يا رؤيا في إحدى برامجنا الجميلة، نحبك، نتمنى أن تكوني موفقة في دراستك وتتابعي كل برامجنا. هيا يا فرح اقرأي لنا رسالة موالية. يلا أصدقائي مع بعض نقرأ الرسالة الموالية. الرسالة الموالية تقول، أنس وأخته تسنيم معكوف، ولاية جيجل، نحن نحبك يا عمو يزيد ونتمنى أن تزورنا في ولاية جيجل، نتمنى حضور حفلاتك. شكرا لك أنس وتسنيم على هذه الرسالة، شكرا لكما، نحبوكم بزاف بزاف ونحب ناس جيجل، إن شاء الله عمو يزيد يجي عام قريب لدير حفلة في جيجل. أنس وتسليم، نحن نحبكم كثيرا، نتمنى أن نزور جيجل الجميلة خاصة مع موسم الاصطياف، إنها مدينة رائعة ونحن نحبها كثيرا، نحبكم أيضا ونتمنى أن تبقوا أوفياء لبرامجنا. هيا يا أصدقائي من ولاية جيجل، ارسلوا لنا المزيد من الرسائل. يلا أصدقائي نقرأ الرسالة لمراها. سلام عمو يزيد، أنا أنس تماني من بوقاعة، أهدي تحياتي إلى أمي وأبي وأختي وجميع عائلتي ومعلمي، أحبك يا عمو يزيد. شكرا لك أنس على هذه الرسالة، نحبك بزاف بزاف، نحبك بزاف بزاف، نحب ناس بوقاعة، شكرا لك كثيرا. شكرا لك يا أنس الجميل، نتمنى أن نأتي إلى مدينة بوقاعة، لدينا معلومات أن مدينة بوقاعة يشاهدون كثيرا قناة عمو يزيد، نتمنى أن تنال برامجنا رضاكم، نحبكم كثيرا، ابقوا أوفياء لنا. شكرا لك صديقنا أنس على هذه الرسالة الجميلة، هاتني نحبك بزاف بزاف ونحييو عائلتك والأستاذ بتاعك، نقولوا كامل أساتذة شكرا لكم. يلا أصدقائي الرسالة الموالية، أنا أحرس مسعود ومحمد أيوب، عمري 12 سنة، من ولاية البويرة، أحب قناة عمو يزيد وبرامجها وكل حصصها وأشكركم كل الطاقم. شكرا لك مسعود ومحمد أيوب على هذه الرسالة، نحبوكم بزاف بزاف، وشكرا خاصة على هذه الرسالة اللي بعتوها لنا، ونتحوا الناس البويرة تحية كبيرة، لأن بويرة جميلة جدا، نحن نحبوها بزاف بزاف. شكرا لك صديقي مسعود ومحمد أيوب وسكان البويرة الجميلة، لقد زرناها في كثير من المرات ونتمنى أن نزورها مرة أخرى، لأننا نحبها كثيرا ونحب الجزائر كثيرا، نتمنى أن تبقوا أوفياء لبرامجنا، نحبكم. يلا أصدقائي نقرأ الرسالة اللي معها. أنا علي محمد علي أبو الوفاء من مصر، محافظة الأقصى، عندي 12 سنة، بحب قناة عمو يزيد وبحب قناة عمو يزيد، وأخواتي أحمد ورحاب بيحبوا قناة عمو يزيد وأغنى قناة عمو يزيد. شكرا لك محمد علي أبو الوفاء، شكرا لك كثيرا على هذه الرسالة، احنا نحبو ناس مصر، نحبو ناس الأهرامات، نحبو بزاف بزاف ناس مصر. شكرا صديقي محمد علي أبو الوفاء من مصر الشقيقة، بلد الأهرامات وبلد الحضارة، نحن أيضا نحبكم كثيرا، نتمنى أن نزور مصر الجميلة، القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وكل مدنها الجميلة، نحبكم كثيرا وسنزوركم قريبا إن شاء الله. هيا يا فرح اقرأي لنا رسالة أخرى.
لغتي بطريقة. الرسالة الموالدة تقول: نحن إيمان وأيمن من ولاية بومرداس، نحب قناة عمو يزيد وبرامجها المتنوعة، نحبوكم بزاف والمزيد من النجاح والتألق، وإن شاء الله تزورونا في ولايتنا. شكرا لك إيمان، وشكرا لك أيمن على هذه الرسالة. نحبوكم بزاف بزاف، وإن شاء الله يجي عمو يزيد يدير حفلة في بومرداس وتحضروا في هذه الحفلة. شكرا لكم على هذه الرسالة. شكرا إيمان وأيمن وناس بومرداس الأحباء، نحن نحبكم كثيرا، نتمنى أن تبقوا أوفياء لبرامجنا. نريد أن نقدم لكم نصيحة جميلة، أن تكونوا متفوقين في دراستكم. نحبكم. هيا يا بطريقة، اقرأي لهم أو اهدي لأصدقائنا تحية كبيرة جدا. هيا يا فرح، اقرأي لنا رسالة أخرى من رسائل أصدقائنا الأحباء. للأسف هي ستذقب بي. خلصوا رسائل تاع نهار اليوم. صح، في الحلقة نوعدكم يا أصدقائي في الحلقة القادمة نجيب لكم بزاف من رسائل ونقرأها كامل مع بعض. إلى اللقاء أصدقائي، نلتقي في الحلقة القادمة.